لسؤال حلقتنا النهاردة، وأكيد الحدث الأهم. كنت ببتدي طبعا حلقتنا مع حضراتكم في الإسكواش حاليا بعد دخولها للأولمبيات. من هو لاعب الإسكواش المعتزل اللي كنت تتمنى وجوده الآن؟ خلينا نشوف متابعينا بعتولنا إيه. عبد الحفيظ السبعاوي، مساء الفل عليك، بيقول أكيد كنت أتمنى وجود أحمد برادة وخالص تحياتي، أشكرك. في كامبوس كمان أمين بيقول أحمد برادة. محمد قطب بيقول في منافسات الرجال عمرو شبانة، وفي منافسات السيدات رنيم الوليلي وأمنية عبد القوي. محمد القاضي بيقول كنت أتمنى وجود كريم درويش في الأولمبياد.